المزيد تنضم إلينا من تونس مراسلة الغد نجلاء بوخريس. نجلاء، أهلا بك، وإذا ضعينا في صورة الحظر وكيف تعامل التونسيون مع الإغلاق رغم الوضع الاقتصادي. نعم، صباح الخير. هي إجراءات استثنائية جديدة أعلنت عنها يوم أمس الحكومة التونسية. أهم ما جاء فيها هو إعلان حظر التجوال، طبعا يعني يصبح من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى غاية السادسة من صباح يعني اليوم الغد، وأيضا يعني إعلان طبعا الحجر الشامل لمدة 4 أيام من يوم الخميس إلى غاية يوم الأحد، مع تعليق الدروس في كافة المدارس والجامعات إلى غاية الرابعة 24 من هذا الشهر. طبعا الحكومة التونسية قالت إنها طبعا طلبت من منظمة الصحة العالمية مساعدة تونس على الحصول على الأقل 2 مليون من جرعة لقاح فايزر، طبعا إلى غاية منتصف شهر فبراير المقبل ستصل أولى هذه الجرعات، لكن قالت أيضا إن الوضع خطير ويتطلب من التونسيين المحافظة على البروتوكول الصحي، ارتداء الكمامات، المحافظة على التباعد الجسدي. هذه الإجراءات قوبلت بردود فعل متباينة بين المؤيد وبين المعارض، ومن يرى أن هذه الإجراءات غير كافية وأنه يجب إعلان الحجر الشامل لمدة أطول من 4 أيام حتى يتم كسر يعني هذه القاعدة من العدوى والإصابة بالعدوى الأفقية، خاصة في المحافظات التي تشهد تفاقم لانتشار فيروس كورونا، من بينها العاصمة التونسية، محافظات سوسة وصفاقس والمهدية وغيرها. لكن وزارة الصحة تقول إن هذه الإجراءات هي أولية بانتظار كما قلت يعني وصول الجرعات في منتصف شهر فبراير المقبل، ومن ثم سترى الحكومة إن كانت يعني مؤشرات الإصابة ستتقلص أو سترتفع، وطبعا يتم اتخاذ قرارات جديدة وفق مؤشر الإصابة في تونس. نعم، مراسلة الغد نجلاء بوخريص من تونس، شكرا جزيلا لك.